السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم جديد معايا. ان شاء الله يا ربي كاع راكم غايه وراكم بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. الوغ اليوم كما راكم تلاحظوا جبت لكم وصفه تاع الخبز التركي اللي راه داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حبيت نجربه يعني ونعطيكم رايي فيه بكل صراحه مع بعض اللمسات وليزاستيس كما تعودتوا معايا دائما. الوغ بلا ما نطول عليكم حبيباتي، نمروا مباشره للفيديو لمعرفه المقادير وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو ما تنساوش الصلاه والسلام على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه محمد صلى الله عليه وسلم. اذا بالنسبه للعجينه نحتاج كاس حليب دافي ما يعادل 250 مللتر، كاس ماء دافي، نص كاس زيت. الزيت عبرته بالكاس اللي عبرت به الماء والحليب، ديروا نصه زيت. الفرينه باش نجمعوا العجين، مغرف تاع ماكله خميره الخبز، نص مغرف تاع اكل السكر، ملعقه صغيره فوقها شويه ملح، وسانوج باش نديرو في العجينه ينكهها الجبنينه اللي عندها حبه طيبه تضيفها مع السانوج ندخلوه لداخل في لاباط. على في البول تاعي درت كاس حليب وكاس ماء، يعني يكونوا دافين شويه ماشي حامين بزاف. نزيد عليهم ملعقه تاع خميره الخبز مع نصف ملعقه تاع السكر ونخلطهم مليح، ماشي زعما شويه برك، قسمه هذيك الخميره تذوب. وبعد نزيد الزيت، كما نعرفوا الزيت يعرقل شويه عمل الخميره، وهذه يعني ماناش زايدين لها لا ليفيغ شيميك، لهذا تفاديت باش ما نخلطش معها الزيت. حتى خلطتها مليح وذابت شويه هذيك الخميره في الحليب، زدت لها نص كاس تاع الزيت ونخلطها مليح. وراح نزيد الفرينه بشويه، هنا زدت كميه قليله مقدار زوج ملاعق ولا ثلاثه، نزيد شويه حتى نتحصل على خليط كريمي. ومن بعد نزيد الملح في الاخير كما كنت تشوفوا مع الفرينه، الملح والسانوج كما قلت لكم اللي عندها الحبه الطيبه تاني ديرها تجي بزاف شابه. ونخلطهم هكذا مليح، نخلطهم هكا ونبدا نزيد في الفرينه بشويه هكذا. زيدوا الفرينه يعني ما عبرت لكمش مقدار معين، زيدوا الفرينه بشويه حتى تحصلوا على عجين يتلاصق في اليد هكذا. في البدايه ندخل الفرينه بالفوي هكذا ونخلطها، لانه الفوي يعني راح يربي لناك شغل الخيط في هذيك الفرينه، ماشي هذا ماشي يساعدها باش تجي كيما نقولوا قطنيه وتجي خفيفه. ومن بعد نبدا ندخل فيه، ندخل في الفرينه بليدي بيان سور هكذا. يعني كملت يعني هذاك البول الصغير، يعني فقط يرفد لي حوالي زوج كيسان هكا. البنات اللي يبغوا يعرفوا المقدار بالضبط، حوالي زوج كيسان وشويه، يعني نقولوا عموما تجيكم ربع كيسان تاع فرينه وفوقها شويه، يعني ما نقولكمش ربع كيسان ونص ولا وربع، ليسونسيال ربع كيسان وفوقها شويه هكذا بالتقريب. ليسونسيال نتوما زيدوا بشويه البنات وبدوا تجمعوا بلا ما تدلكوا، تدخلوا في الفرينه في العجين بليديكم فقط هكذا كما كنت تشوفوا، ما تدلكوا ما تعجنوا ما والو. هكذا والعجين راح يبقى يعني يتلاصق في اليد فوالا. يعني نزيد غير بشويه ونجمع، ما تزيدوش الفرينة على الضربه باش ما تروحوش تيبسوا العجينه تاعكم هكذا. اذا هنا البنات انا العجينه تاعي يعني تكتفي، ما عادش نزيدها الفرينه، يعني خلاص راهي انجمعت. انت كيما قلت لكم تحصلوا على العجين يتلاصق في اليد فوالا. هذا هو العجين تاعنا، شوفوا كيفاش نحصلوا عليه. هنا ما عادش نزيدها الفرينه، هذه هي هذا هو القوام تاعه هكذا، يعني لما فقط في البول تاعه هكذا ونغطيه ونخليه يرتاح، ما يحتاج له باش نعجنه على والو، يعني هو كي يرتاح ويخمر راح يعجن روحه بروحه. المهم تخلوه يرتاح مليح ويخمر ويضاعف حجمه جيدا، ديروه في مكان دافي وخلوه يخمر مليح مليح هكذا. غلقوا عليه بيان وغطوه وديروه في مكان دافي حتى يخمر ويرتاح مليح. اذا حبيباتي هنا بعد الاختمار شوفوا كيفاش ضعف الحجم تاعه، يعني كل ما يخمر مليح كل ما يرتاح وكل ما العجينه تساعدكم في الخدمه. هنا جيت دهنت يدي بشويه تاع الزيت هكذا ونحاول نرفد العجين بشويه
هكذا. نرفد العجينة تاعي، نحطها فوق سطح العمل، سطح العمل عفوا، هكذا يعني كي ترتاح تساعدكم في الخدمة، ما توليش كاع تلصق كما كانت يعني في البداية. هكذا نقسمها على زوج خبزات، تبغوا تقسموها على ثلاثة تقسموها أيضا على ثلاثة اللي بغاوها تجيهم صغار الخبيزات، ونلمدهم هكذا غير بيدي، ما راح نزيد لها لا فرينة لا والو. كما قلت لكم كي ترتاح راح تساعدك. فوالا نجمعها هكذا، اذا نجيب السنيوه ندهنها بشويه تاع الزيت، شويه فقط تاع الزيت بالبنسو، وحطيت الخبزات تاعي فيها ونبدا نحل فيها باليد تاعي عادي، راح تنحل معاك يعني بكل سهوله هكذا. كما تشوفوا ما زدت لها لا فرينه لا والو، لاني خليت العجين تاعي يرتاح وخليته خمر مليح. هكذا البنات راني حليت العجينه تاعي، شوفوا كيفاش السمك تاعها حوالي 1.5 حتى 2 سنتيم هكذا يعني. ونجي بالاصابع تاعي نشكلها دائره، يعني الجميل في هذا الخبز هو يعني التشكيل تاعه والشكل تاعه. هكذا بالاصابع تاعك تشكلي دائره على حواف الخبزه هكذا، وبعد تجي ديري خطوط مائله ايضا بالاصابع تاعك. يعني صدقوني والله غير استمتعت وانا نحضر في هذا الخبز، يعني ما شاء الله والله العظيم، يعني خبز كيما نقولوا روعه روعه روعه، يعني استمتعتوا تستمتعوا وانتم تخدموا فيه ما شاء الله والله العظيم. هكذا يعني من الخدمه تاعه النتيجه تاعه يعني هبل هكذا. ومن بعد نجي ندير خطوط معاكسه باش نحصل على مربعات ولا معينات، دائما بالاصابع تاعك ثلاثه تخدمي محلى خدمه اليد. شوفوا ما شاء الله لا مول لا طابع لا والو، تخرجي حويجه الله الله. هكذا ونكمل الخبز الثانيه، الا شتو بلايص ماكمش يعني خادمينهم مليح عاودوا ولوا لهم صباحكم. هكذا نكمل الخبز الثانيه بنفس الشكل. اذا هنا البنات بعد ما كملت الخبز تاعي، شوفوا كيف خرجوا تحفه تحفه، يعني كون ما تصغروا المربعات كون ما تجيكم الخبزه تاعكم هايله. اذا البنات هنا جبت حبه تاع البيض، هرستها زدت لها شويه تاع الحليب، مغرف تاع حليب ومغرف تاع زيت، حبه بيض تخلطوها بالشوكه، زيدوا لها مغرف حليب ومغرف زيت. اللي عندهم اللي ما يبغوش البيض ينجموا يكتفوا غير بالحليب، تخرج لكم حمراء وهايله. اذا وندهن الخبز تاعي يعني، وما نكثروش في الدهن، يعني ما تكثروش بزاف البيض في الدهن، تمسحوا وتفوتوا، لانه كون تكثروا يعني تحمر لكم بزاف وتجيكم الشكل تاعها، يعني شفتوا البيض كي يحمر بزاف يروح للاسوداد، يعني انا ما بغيش هذيك النتيجه، نبغيها تخرج لي حمراء. لهذا كما كنت تشوفوا راني نمسح، يعني نمسح فيهم كامل بلا ما نكثر، بلا ما نخليه يعني البيض سايح فوق الخبيزه تاعي هكذا، بلا ما تضغطوا عليها البنات، مش ما تهبطولهاش الخمور تاعها، لانه ما تجو تشكلوها يعني باصابعكم راح تعاود تخمر. هنا البنات عندي شويه تاع السانوج وعندي شويه تاع جلجلان، من الافضل سانوج وحبه طيبه، حبه طيبه تنكه الخبز، انا نفضل الحبه الطيبه في الخبز. يعني ما كانتش عندي درت الجلجلان الابيض ونديرو هكذا، مربع فيه الجلجلان، مربع فيه السانوج، مربع فيه الجلجلان، مربع فيه السانوج، من بعد ندخلها الطيب نار متوسطه من الفوق من الاعلى ومن الاسفل، ونديروها في الرف الاوسط ونخليوها حتى الطيب تحمر من الفوق ومن تحت يعني، ونقدموها. شوفوا كيفاش يجي طري طري ويجي خفيف، يعني ماشي من داك الخبز المعجن، يعني انا كنت نتوقع يجي شويه معجن، ولكن يعني صدمتني النتيجه، جا كيما الخبز تاعنا اللي نحضروه تقريبا كيما خبز المطلوع من الداخل. يعني نتوما برك ما تخلوش اللي ما تبغيش يجيها عالي، ترقه مليح كي تحله يجي هايل هايل، ومن فوق ما يجيش يعني معجن، يجي الطبقه الفوقانيه مقرمشه ومن الداخل هايل، خبز قطني بنين بزاف، سيرتو الا كان عندكم حبه طيبه والسانوج ضيفوا له من الداخل، يعني لمسه هايله هايله، وتزيد تبنن لكم الخبز تاعكم اكثر واكثر. اذا حبيباتي هذا كان الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نال اعجابكم، وان شاء الله تجربوا هذا الخبز في شهر رمضان المبارك لوليداتكم وتفرحوا به العائله تاعكم، وما تنسونيش من دعائكم حبيباتي. وفي الاخير ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، لبناتي دخلتوا جدد القناه مرحبا بكم غاليتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن
الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.